مشاهدينا حياكم الله واهلا ومرحبا بكم الى حديث الصحافة لهذا اليوم، وهذه البداية من ابرز العناوين. البداية مع صحيفة المشرق، الجيش تحت الميول. صحيفة الصباح، سيناريو الأنبار السوري. صحيفة القدس العربي، عندما يرتكب الطغاة الخطيئة نفسها في الأنبار. الحياة اللندنية، حرب دينية في العراق. صحيفة الوطن القطرية، العراق بين حوار وحرب. وبالانتقال إلى المواقع الإلكترونية، موقع ساحات التحرير، أخرج من أخرج منها يا ملعون. ومن موقع كتابات، انتفاضات العراق. من موقع كتابات أيضا، أمريكا تغير اللعبة في العراق. موقع خندان، إمارة الفلوجة الإسلامية. صحيفة المواطن، مهن انتهت صلاحيتها وأصحابها ما زالوا متمسكين بها. أما في الصحف العبرية لهذا اليوم، صحيفة هآرتس، دولة القاعدة على حدود العراق وسوريا مجرد كابوس. صحيفة معاريف، ثرثرات سخيفة. ومن صحيفة إسرائيل اليوم، والآن إطار الاتفاق. صحيفة هآرتس، هدر الدم الفلسطيني. أما في الصحافة الخليجية لهذا اليوم، صحيفة الخليج، اكتشاف مقبرة فرعونية عمرها 3500 عام.
ومن صحيفة البيان: قدماء الرومان أكلوا الزراف. صحيفة المستقبل: تقنية جديدة لمعرفة رغبات الزبائن ورصد تحركاتهم. صحيفة العرب القطرية: إنسان آلي ينقذ إنسانا من حريق. وفي آخر صحفنا: صحيفة القدس العربي يستخدم سيارته في توليد الكهرباء في بيته. أهلا بكم مشاهدينا مجددا، ومن العناوين إلى المقالات والتحقيقات، ومع الملف العراقي البداية. أولى محطاتنا هي مع صحيفة المشرق، ومنها نقرأ هذا المقال بعنوان: الجيش تحت الميول، للكاتب الدكتور حميد عبد الله. يقول فيه: أطلق الزعيم عبد الكريم قاسم شعاره الشهير الجيش فوق الميول والاتجاهات، فأين نحن من ذلك الشعار؟ فبدلا من أن يوحدنا الجيش برسالته النبيلة الواضحة، راح يفرقنا بالصفحات التي توكل إليها. بدلا من أن تكون القوات المسلحة سببا في توحيدنا باعتبارها دريئة الشعب ودرعه، صارت عاملا في السجلات ما بين من يرى فيها عنوانا للوطنية ومن يراها مخلب قط يستخدمها الحاكم ضد أعدائه من دون رادع ولا وازع. يضيف الكاتب: بدلا من الديباجة البلاغية التي استهل بها الدستور العراقي، بدلا منها كان يتفرض أن يتضمن الدستور نصا صريحا يحرم على القائد العام للقوات المسلحة توظيف الجيش لغرض سياسي، فالجيش من المقدسات الوطنية التي يجب أن لا يطولها دنس السياسة. حين يدهمنا خطر ما حق يتحرك الجيش، حيث فاضت دجلة في خمسينيات القرن الماضي وهددت بغداد بالغرق، هب الجيش لإنقاذها من الغرق. يتابع الكاتب بالقول: الفرضة والشعيرة لم تصمم لتضع المواطن هدفا لرصاصة البندقية التي يمسكها الجندي العراقي، ورصاصة القناص لا يجب أن تسدد إلى صدر أي عراقي مهما كان انتماؤه أو حزبه أو منطقته أو مذهبه أو دينه أو عرقه. هل مقاتلة داعش وإخوانها من مهمات الجيش؟ وهل صد القتلة والجهل والظلاميين الذين يستبيحون دماء الناس دون سبب ولا مبرر من واجبات الجيش المقدسة؟ لكن على من يقود الجيش أن يتحمل مسؤولية انكساره إذا انكسر، وأن يتباهى بأكاليل الغار وهي تكلل جبين الجيش إذا انتصر. أعني أن القائد العام للقوات المسلحة هو من يقدر نوع المنازلة وحجمها وعدم السماح لاتساعها لتطول أرواحا، محرم على الجيش المساس بها. يقول الكاتب أخيرا: نريد لجيشنا أن يبقى فوق الميول لا تحتها. وإلى صحيفة الصباح ننتقل ونقرأ هذا المقال للكاتب نوزاد حسن بعنوان: سيناريو الأنبار السوري. حيث يقول الكاتب: الصور القليلة التي شاهدناها عن مواجهات العشائر والشرطة المحلية لتنظيم داعش كانت صورا مؤلمة، كما أن معاناة الناس الذين ظهروا في تلك الصور وهم خائفون من وقوع الأسوأ تشبه ما يقع في سوريا نسخة أنبارية لم تتغير ألوانها كما تغيرت صور الدمار السوري، لأن عامين من الموت في سوريا كفيل بأن يجعل الحياة لا تطاق. ومع هذا لا أحد يتعظ. يوصل الكاتب بالقول: أيام قليلة مرت ووجه الحياة في الرمادي والفلوجة تغير كثيرا عما كان عليه من قبل، نقص في كل شيء، والمواجهات لا تزال تقع في الشوارع
فيما يراقب الجيش الوضع ويمد المقاتلين من العشائر والشرطة بالسلاح على حد تعبير رئيس صحوة العراق. يضيف الكاتب قائلا أن السيناريو الذي وقع في الأنبار كان صورة لسيناريو آخر مطبق عند جارتنا سوريا، ومهما يكن الحال فإن الوضع العام يحتاج إلى وقفة جديدة تقدر المخاطر التي قد تقع فيما لو ظل الحال على ما هو عليه. الموقف صعب جدا، وما هو أصعب تداعياته التي لا أحد يعرف كيف ستكون، والأخطر أن يدفع الأبرياء ثمنا جديدا بالرغم من كل سنوات الحرمان وفقدان الأمن. إذن القضية أعقد مما يظن البعض، وإن الخطر ليس لحظة مفتوحة نتعامل معها ببرودة أعصاب حسب رأي الكاتب. يختم الكاتب بالقول في كل حدث مؤلم أفكر بالأبرياء، أسرح مع خيالي المشتعل وأنا أنظر إلى طفل في بيت فلوجي أو رمادي يجلس خائفا يرتعد مع كل إطلاقة أو قذيفة هاون. طفل واحد يموت أو يخاف سيترك في قلب الإنسان الحقيقي بركانا من الندم. ولعل السياسة اليوم ترقت كثيرا حين عرفت كيف تجعل الندم ينام في القلوب نوما شبيها بالموت، وهكذا لم يظهر في الصورة إلا الصخب العالي لأدوات القتال. أما التفاصيل الأخرى أي الخوف الذي يهزم البشر ويقلل من إنسانيتهم فلا أثر لها أبدا، هذه هي لعبة القلوب الجديدة. ننتقل إلى صحيفة القدس العربي ونقرأ منها هذا المقال بعنوان عندما يرتكب الطغاة الخطيئة نفسها في الأنبار، للكاتب الدكتور مثنى عبد الله. يقول فيه إنها الحماقة نفسها والغطرسة الجوفاء عينها والجريمة النكراء بكل تفاصيلها. إنه سيناريو المجرم بوش في الأنبار، يعيد تفاصيله اليوم ورئيس وزراء العراق من جديد في نفس المكان. يتابع الكاتب بالقول محاولات حثيثة بالإغراءات المادية والمعنوية لشق التماسك المجتمعي من خلال كسب هذا الطرف العشائري أو ذاك ووضعه في مواجهة الطرف الآخر. يضيف الكاتب التعامل مع كل أهل الأنبار على أنهم إرهابيون وقاعدة وداعش حتى تثبت براءتهم، ومع كل ذلك يقولون أنه العراق الجديد الديمقراطي وأن جميع الحاكمين فيه جاءوا إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع وأنهم ليسوا طائفيين بدليل ذهاب كبيرهم إلى البصرة لقيادة صولة الفرسان ضد الخارجين عن القانون الذين كانوا من طائفته. لكن من يتعكز على هذه الأقوال لن يستطيع أن يقول لنا لماذا لم نرى أحدا من أولئك مكبل اليدين يستعرضون به جبروتهم أمام عدسات الفضائيات كما يفعلون ذلك مع سكنة مناطق أخرى. يقول الكاتب هنا راجع كل خطابات الملك منذ بداية الاعتصامات وحتى اليوم، ستجدون أشنع الصفات وأقبح الكلمات قالها في وصف المعتصمين الذين هم من أبناء شعبه. استذكروا كل الأفعال التي مارستها قواته وهو القائد العام للقوات المسلحة، وإذا كنتم تبحثون عن السبب الحقيقي لحقده على المعتصمين فقد أوجزها هو لنا جميعا. أوجزها في خطابه الأسبوعي بعد هدم ساحة اعتصام الأنبار. لقد قال أهلا وسهلا بأهل الأنبار الحقيقيين، نحن مستعدون لسماع مطالبهم. إذن من هم أهل الأنبار الحقيقيون في تصوره؟ يقول الكاتب أنهم أولئك الذين يقبلون بالظلم والاجتثاث والإقصاء وفتات المناصب والموائد. يخلص الكاتب إلى القول إن المسؤولية الوطنية تفرض على كل الرموز المعنوية شيوخ عشائر ورجال دين ووجهاء إلا أن ينبعوا من حجر آلاف المرات وأن يقدروا وقفة أبنائهم من ساحات وفي ساحات الاعتصام لمدة عام كامل، وإلا يراهنوا على من انتظم في العملية السياسية منهم فيخدعهم بكلام معسول ينقلونه إليهم من المالكي. كما أن عليهم أن لا ينخدعوا بالاستقالات المؤجلة التي أعلنها البعض من الانتهازيين الذين اعتادوا أن يتقدموا نصف خطوة ويتراجعوا خطوتين لصالح المالكي والعملية السياسية ولمصالحهم الشخصية أيضا. ومن كانوا في ساحات الاعتصام هم الرهان الحقيقي، الرهان لإعادة الحقوق والعيش بكرامة.
ننتقل إلى صحيفة الحياة اللندنية ونقرأ منها هذا المقال بعنوان حرب دينية في العراق للكاتب جهاد الخازن. يقول فيه ثمة عبارة بالإنجليزية أترجمها بما يحفظ المعنى: هي كل شيء يدور يعود إلى حيث بدأ. كما أن المسلحين الذين أرسلهم النظام السوري إلى العراق عادوا إلى سوريا الآن ليقاتلوا هذا النظام ويهددوا وجوده، فإن الحكم الطائفي الذي أداره رئيس الوزراء نوري المالكي منذ سنوات ارتد عليه الآن وأخذ شكل حرب طائفية وأهلية، والقاعدة هي المستفيد الأول منها، والإرهابيون الآن يدفعون الثمن في العراق وسوريا بعد أن انتفضت عليهم المعارضة والنظام. كذلك سيدفع الأمريكيون ثمن قرار مندوبهم الثاني بول بريمر حل الجيش العراقي. بلغ الأمر الآن أن العشائر في المحافظات حيث توجد غالبية سنية تواجه النظام في بغداد ثم تتعاون معه ضد إرهابيي القاعدة، الجيش العراقي الحالي وحكومة المالك وإيران من وراء الستار لن تهزم الثورة في الأنبار وسامراء والموصل. يضيف الكاتب: هؤلاء الضباط والجنود هم الأفضل تدريبا والتزاما في العراق الآن، وهم مع أي ثورة على الحكومة في بغداد. وأزعم أن القوات المسلحة العراقية الحالية وقوات الأمن لم تستطيع هزم التمرد في المحافظات، ومن الأفضل أن ننتظر ما تتمخض عنه الشهور القادمة لنرى هل أخطأت أو أصابت. يقول الكاتب أخيرا: كل ما يجري في العراق الآن ينذر بشر مستطير لن يبقى ضمن حدود العراق، بل يهدد بأن يفيض عن الحدود إلى الجيران، وكل ما أعرف يقينا هو أن حكومة الملك لن تهزم التمرد في مناطق الغالبية السنية بصواريخ هيلافاير وطائرات مراقبة غير مسلحة أرسلتها لها إدارة أوباما. الطرف الآخر حسن التسليح وعنده مصادر دعم كافية، وشعب العراق يدفع الثمن من دمه ومستقبله. ننتقل الآن إلى صحيفة الوطن القطرية ونقرأ ما جاء في افتتاحيتها تحت عنوان العراق بين حوار وحرب، حيث تقول الصحيفة: تخير أهل الفلوجة ما بين طرد ما يسمى بالإرهابيين أو الهجوم الشامل عليها، معناه أن هذه المدينة على وشك أن تشهد مجزرة نتيجة صراع غير متكافئ ما بين الطرفين، الحكومة العراقية وسكانها الذين لا علاقة لهم بهذه المجموعات الإرهابية، بدلا من عملية سياسية حكيمة تؤدي إلى ضمان سلامة المدنيين في هذه المدينة. تضيف الصحيفة أن خيار الهجوم الشامل على المدينة بدلا من حوار الحكماء بين طرفين وطنيين يؤمن حياة المدنيين لن يفضي إلى النتائج المتوخاة ولن يكون حلا مستداما، فمدينة لا ترفع راية استسلامية بيضاء وسبق لها عدم الإذعان لمحتليها ليس من المتصور أن تكون فريسة سهلة لأحد، وليس من المتخيل اقتحامها براجمات الصواريخ ونخب من الوحدات الخاصة. لم يكن له ضحايا من المدنيين، وخطورة الهجوم الذي يرتب له الجيش العراقي والذي يحيط المدينة ويحاصرها لا تقتصر فقط على خسائره البشرية من الطرفين، ولكن في أن هذا الهجوم سيرسم خط تماس يقتسم العراق اقتساما طائفيا بغيضا ويكرس توزيع طائفية ضد حاضر العراق ومستقبله ووحدة أراضيها، ويهدم جسور حوار ليس من مصلحة أحد أن تنهدم وتسقط ليكون البديل قتالا ضاريا. لا شك أنه سيطيل من عمر الأزمة في هذا البلد الشقيق. تختتم الصحيفة افتتاحيتها بالقول: العراق إذن بحاجة إلى صوت حكيم وعاقل يستعيد الوئام بين مكوناته، وليس بحاجة إلى الانزلاق إلى أنفاق القتال المظلمة الذي يضع المدنيين والمجموعات الإرهابية الكريهة في سلة واحدة لكل ذلك ولغيره. وجب التحذير مما يحدث حاليا في العراق، فالحل بحرب على الفلوجة والرمادي هي حرب خاسرة بكل المقاييس إذا لم توفر ما يكفي من الأمن والاستحقاقات لسكانها. كون هذه الحرب تصنع جذور أزمة ستكون مستعصية يصعب حلها بعد فوات أوان هذا الحل. مشاهدينا، حديث الصحافة مستمر معكم لكن بعد هذا الفاصل.
وهذا انتقال إلى المواقع الإلكترونية وتحديداً من موقع ساحات التحرير لنطالع مقال الكاتب جميل يقول فيه جميل الذيابي بعنوان أخرج منها يا ملعون، حيث يقول الكاتب لا حديث يعلو هذه الأيام على جرائم داعش، وما أدراك ما داعش، وتلك محاولات تكاد تنجح من الاستخبارات الإيرانية العراقية السورية في فك الحصار عن نظام بشار الأسد وتشويه الثورة السورية. والحقيقة أن داعش ليست وليدة الأيام الراهنة، وأفعالها الإجرامية ليست جديدة، وعناصرها تمارس الترهيب والتفجير، وهي في البداية من صنيعة الاستخبارات الأمريكية في العراق، ثم باعت نفسها للاستخبارات الإيرانية والعراقية وأخيرا السورية بحسب قول الكاتب. يواصل الكاتب بالقول الحقيقة أن مقاتلي داعش وحلفائهم من المخابرات الإيرانية والسورية وأيضا العراقية يحاولون سرقة الثورة السورية التي لا تريد شيئا سوى الحرية والإنصاف وبناء سورية جديدة من دون استبداد نظام بشار الأسد، لدرجة أن مجلة تايم نقلت عن بعض الثوار قولهم أنهم لو خيروا بين سوريا ستان التي يسعى مقاتلو داعش لبنائها وسورية في قبضة الأسد فإنهم سيكونون مجبرين على الخيار الثاني لأنهم لا يريدون أن يحكمهم تنظيم القاعدة. يضيف الكاتب قائلا تشير التقارير إلى أن تنظيمات داعش وجيش المختار وأبو الفضل العباس وعصائب أهل الحق كلها من صناعة وتدبير الاستخبارات الإيرانية بهدف تحقيق مخطط الفتنة الطائفية في المنطقة لتسهيل الهيمنة عليها، وتلك الأذرع الإرهابية الإيرانية من سنة وشيعة كما أحزابها لها ارتباطات بعضها سياسية ومادية وبعضها طائفية بالنظام الإيراني عبر فيلق القدس الذي يوزع المهمات عليها ويمدها بالأموال لخدمة استراتيجية طهران بحسب قول الكاتب. يختم الكاتب قائلا الأكيد أن معرفة مصدر أموال داعش وكيفية وصول المال والسلاح إليها هما السبيل لفك الغاز من يقفون وراءها، وبالتالي تفكيك الخطر الذي يوشك أن يغرق المنطقة جراء نشاط هذا التنظيم الإجرامي الإرهابي، علما بأن الشبه الشديد بين وسائل التعذيب وحفلات القتل الجماعي التي ترتكبها قوات بشار الأسد وعصابات داعش وحلفائها يمثل دليلا دامغا على الصلة العضوية بين الأسد وداعش وإيران وسياسات نوري المالكي. من موقع كتابات نقرأ مقال للكاتب شاكر الجبوري بعنوان انتفاضات العراق. يقول الكاتب لم تختلف مطالب العراقيين على مدى أكثر من نصف قرن، فهي متشابهة في الهدف والمضمون وتنوع الشخص، لكنها أيضا متوافقة في طريقة التعامل الحكومي معها، فالجميع ينظر إليها بعين سلطة الحاكم ويتعامل معها بقصوى السلاح بعيدا عن المعلن من حسن النوايا والحلول السلمية. يردف الكاتب بالقول المشكلة الأخطر أن صاحب القرار هو الذي يكتب التاريخ وينشر بين خطوطه ما يحلو له من أوصاف وتسميات، لذلك يشتركون بمهمة صناعة الأعداء ومحاربة الأشباح وتحميل المواطن أكثر من قدرة الجبال، يصادرون الحقوق ويؤسسون لفتنة طائفية محسوبة النتائج لصالح الحاكم وضد مصلحة البلاد والعباد، لذلك يطلقون نفس الأصوات ويتحدثون بذات اللهجة من غوغاء إلى صفحات غدر وخيانة وغيرها من مفردات تثبت عجز الحاكم عن معرفة مظالم الناس والعمل على تنفيذها قبل إعلان ساعة الصفر الشعبي. يضيف الكاتب قائلا يتحدثون عن انتفاضة أهل الأنبار بطريقة مستنسخة حتى بالعناوين عما جرى في الانتفاضة الشعبانية وغيرها، وكأنهم يقرؤون التاريخ بالمقلوب أو لأنهم يشعرون باهتزاز الكراسي عندما خرج الشعب عن صمته، فلا يوجد في الأنبار إرهاب بالصورة التي يتحدثون عنها، ولم تكن الانتفاضة الشعبانية صفحة إيرانية مثلما تم التسويق لها قبل 30 عاما. الحقيقة مختلفة في عقول العقلاء فقط بينما هي مشوهة أو مرتبكة في أذهان صاحب القرار، فالشعب ثار على ظلم واحد لا علاقة له بطائفة الحاكم ولا جغرافية الحدث. يختم الكاتب بالقول تتشابه حقوق أهل الأنبار وديالا وأربيل، فالشعب في واد وأصحاب السلطة في مكان آخر، ما يستدعي انتصارا سريعا للحقيقة الخروج من عباءة الحاكم بأسرع من ذلك، لأن المستهدف هو استقرار العراق وأخوة شعبه، ولن يكون تصريح نائب رئيس الأركان الإيراني الجنرال محمد حجازي بعيدا عن ذلك عندما أعلن استعداد بلاده لتزويد العراق بما يحتاجه من سلاح في معركة الأنبار.
المهم قتل أكبر عدد ممكن من العراقيين وبناء أسيجة عزلة إنسانية تزعزع أخوتهم العربية، بينما ينام المسؤول العراقي ويصحو على قراءة للأحداث بنصف عين. فمن أين يأتي الفرج؟ سؤال تتحمل مسؤولية عدم التعجيل بالإجابة عليه كل المرجعيات الدينية والسياسية وأصحاب الحكمة في عراق التاريخ، لا فلسفة قوة الردع المذهبي. ونبقى في موقع كتابات لنقرأ أيضا مقال للكاتب عبد الجبار الجبوري بعنوان أمريكا تغير اللعبة في العراق، حيث يقول الكاتب: فضحت أحداث الأنبار وانتفاضة أهلها اللعبة القذرة التي تلعبها إدارة أوباما في العراق وسوريا ولبنان وغيرها، حيث تثبت الوقائع أن ما يسمى داعش هو أكذوبة أمريكية إيرانية شاركت بها حكومات العراق وسوريا، عندما يصرح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بأنه يدعم حكومة المالكي في محاربة داعش في الأنبار ويزودها بالصواريخ والطائرات لقتل أهل الأنبار بحجة داعش. يستدرك الكاتب بالقول: في حين كشفت المعارك أن داعش ما هي إلا صناعة أمريكية إيرانية، وأن تنظيمات داعش تشكل خطراً على المنطقة يجب محاربتها، هكذا أقنعت أمريكا وإيران وسوريا العالم بأن داعش هي الخطر على العالم وليس نظام بشار الأسد. لذلك انحسر دعم أمريكا للمعارضة السورية والجيش الحر وأوقفت الضربة العسكرية لنظام بشار الأسد في اللحظات الأخيرة. ويضيف الكاتب قائلا: هذا ما يحصل الآن في سوريا تحديدا والأنبار، ففي سوريا الآن فضح الجيش الحر والجبهة الإسلامية والمعارضة أهداف وخلفية داعش وهي تهزمها الآن في سوريا وفردتها ونبذتها بعد أن أعاقت إسقاط نظام الأسد لأكثر من عامين. واليوم تكشفت فضيحة أمريكا وإيران وحكومة المالكي بأكذوبة محاربة داعش في الأنبار، فأهل الأنبار يقاتلون داعش والقاعدة منذ الاحتلال الأمريكي، فكيف هم الآن من يأوي داعش ويحتضنهم ويسمح لهم الصعود على منصة ساحات الاعتصام ويقودون المظاهرات والاعتصامات في الأنبار؟ هل هذا الكلام يستقيم مع تصرفات حكومة المالكي بضرب المدنيين بالطائرات والمدفعية الثقيلة والصواريخ بحجة وجود داعش في المدينة؟ يختم الكاتب بالقول: أمريكا غيرت اللعبة في المنطقة والعراق، وها هي تجني ما زرعت من خراب ودمار في المنطقة هي وحكومة المالكي ونظام بشار الأسد وإيران، تمهيدا لإشعال الحرب الطائفية في المنطقة وقيام الحرب العالمية الطائفية كما بشر بها المالكي نفسه. أليس هذا الكلام قمة الطائفية والتأجيج الطائفي يا سيادة رئيس الوزراء؟ أمريكا تغير اللعبة كلما انكشفت سوءتها في المنطقة وانفضحت أمام العالم، وهذا ما يحصل الآن في سوريا والعراق. إلى موقع خندان نطالع مقال الكاتب هادي جلو مرعي بعنوان إمارة الفلوجة الإسلامية. يقول الكاتب: كأنه خبر ينتظره الجمهور، تفقد أمير الدولة الإسلامية في الفلوجة عددا من مراكز الشرطة المحررة في المدينة، يرافقه عدد من المجاهدين في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش، وطلع سماحته على الأوضاع فيها وطالب المجاهدين بالسهر على راحة المواطنين كافة، ووجه بقتل كل من يخالفهم في الرأي ومن المواطنين كافة أيضا. يتابع الكاتب بالقول: الأخبار التي ترد من مناطق غرب البلاد وخاصة التي ينشط فيها المسلحون المدعومون بالفتاوى التكفيرية ليست سارة بالتأكيد، بالرغم من أن الطمأنينة التي تحاول بثها في النفوس وسائل إعلام محلية تنافح من أجل وقف هجمات القنوات العربية وما يمكن أن نسميه قنوات الفتنة التي ظهر توصيفها أخيرا، واختلاط في أوراق اللعبة السياسية وما يعيشه السياسيون من ترف فكري وتلف في الضمير، وما بين الترف والتلف خط فاصل بسيط لا يمكن أن نتجاهله تحت أي ظرف لصعوبة المرحلة وخطورتها على مستقبل الدولة التي يريد عدد كبير من العراقيين أن تنهض. يضيف الكاتب قائلا: كانت أمنية التنظيمات الدينية المتشددة إعلان إمارة ولو على حجارة في بعض المناطق التي يسهل الدخول إليها واستغلال ضعف سيطرة الدولة عليها، وكيف قد عمت الفوضى في بعض المدن التي هي هدف القاعدة من قبل وهدف داعش من بعد، ليكون التسلل من خلال المشاكل وبعض العناد الراتب، ثم ليتم حشد بعض البسطاء ليعلنوا الولاء مكرهين ومنهم الراغب بقليل منها، حتى إذا حانت الفرصة
كان لأمير الفلوجان يتجول ولو لنصف ساعة ويسجل في كل مفكرته أنه حكم أميرا إسلاميا على مدينة عراقية ليس على الورق بل على أرض الواقع. وإذا لم تصدقوا فاقرأوا ما قد نقشته أيدي المجاهدين الجاهدين على حيطان مراكز شرطة الفلوجة. يختم الكاتب بالقول: إذا كان من تقدم في المواجهة فهو يعود لتطور قدرات الجيش العراقي ووصول شحنات من الأسلحة وعدد لا بأس فيه من طائرات مروحية مقاتلة تمتلك مواصفات جيدة، عدا عن تطور في الفكر العسكري للقوات المسلحة التي تدربت بشكل جيد وانتفعت كثيرا. وأخيرا من معارك الصحراء، فلدى القيادات الدينية المتشددة ملايين من الفتاوى التي تتيح مواصلة الحرب في الصحراء وفي شوارع المدن عن طريق الأحزمة الناسفة والسيارات المفخخة. وحقيقة إمارة الفلوجة ليست مصطنعة، فهناك ما يشي بوجودها بالفعل. نطوي آخر صفحات الملف العراقي مع صحيفة المواطن، وهذا التحقيق بعنوان: مهن انتهت صلاحيتها وأصحابها ما زالوا متمسكين بها، حيث تعيش الكثير من المهن التقليدية في العراق أيامها الأخيرة بعدما داستها عجلات التطور وتقدمت الحياة الحضرية وغزا المنتج المستورد أسواقنا لتتحول أنظار المواطنين نحو ما هو أرخص ثمنا وأقل جودة تماشيا مع الحياة المتسارعة. يتحدث التحقيق بداية عن مهنة الصفار، حيث يقول أبو سالم أن هذه المهنة واحدة من أقدم المهن في العراق، حيث امتهنها وعمل بها الناس منذ قرون، وكانت من أفضل وأهم الصناعات في ذلك الوقت الذي توفر للناس مستلزمات الطبخ والبيت والجمال الذي يزينون به بيوتهم وقصور أمراء البلاد. يضيف: لقد حافظت هذه المهنة على عراقتها وأصولها والإقبال عليها حتى وقت قريب بعد أن تحولت البلاد إلى سوق مفتوحة تندفع لها كل المنتجات الجيدة والرديئة دون ضوابط وقوانين، مما أضر بالكثير من المهن والحرف التراثية والمهمة بسبب إقبال المواطنين على المستورد الأرخص ثمناً والأسهل التوفير دون الاهتمام بالمضمون والمهنية وجمال الصناعة وروعة الفن الذي يتفنن به صانع النحاس في مهنته. ويذكر التحقيق أيضا مهنة النذافة، وهي مهنة الأجداد أو مهنة الفقراء كما يسميها البعض، بدأت تنحسر وتختفي ويهجرها أصحابها لحساب المنتج الأجنبي الذي زاد جمهوره وبدأ يستهوي الكثيرين في هذه الأيام. وعلى الرغم من أن هذه المهنة تعتبر من التراث العراقي القديم، لكنها بدأت تفقد بريقها وتنحصر محلاتها، وتحول العديد من صناعها إلى عاطلين يعتشون على بعض الأعمال البسيطة التي ترد إليهم من هنا وهناك. تقول الصحيفة أخيرا في تحقيقها أنه لا خير في أمم تنسى تراثها وتتخلى عن ماضيها مهما كانت الظروف وتعددت الأسباب، فالحفاظ على الموروث شيء أساس تسعى له كل الدول العالم وتخصص ميزانيات ودوائر ترعى وتراقب ذلك. لذا نحتاج إلى الاستفادة من التجارب التي سبقتنا وننقذ ما يمكن إنقاذه لنوصل ثقافتنا لأجيالنا المقبلة وللآخرين المهتمين بالاطلاع على تراثنا. ننتقل إلى الملف العربي والدولي لكن بعد هذا الفاصل. صحيفة هآرتس العبرية تناولت موضوع تأسيس دولة إسلامية للقاعدة، وفي مقال لها تحت عنوان دولة القاعدة على حدود العراق وسوريا مجرد كابوس، قالت الصحيفة: لم تنشأ منظمة القاعدة دولة لها، لكن عندها نية الآن في تأسيس دولة إسلامية على حدود العراق مع سوريا، تتناول في الأساس رؤيا أو حلم أكثر مما تتناول قدرة عملية. والمنطقة الجغرافية التي تتناولها التحذيرات تقع بين مدينة نينوى في شمال غرب العراق وبين محافظة الحسكة شمال شرق سوريا.
تبعت الصحيفة يعتمد نشاط القاعدة في كل مكان عملت فيه أو تعمل فيه على مساعدة مدنية، وهكذا كان الحال في أفغانستان وكذلك في اليمن، حيث يتزوج نشطاء القاعدة بنساء يمنيات كي يقبلوا كجزء أو يقبلوا كجزء من المجتمع. أضافت الصحيفة لكن من جهة أخرى يتم محاربة القاعدة في سوريا من 4 جبهات، وهي الجيش السوري، تنظيمات المتمردين المسلحة، ومنظمات إسلامية تعارض أيديولوجية القاعدة وسبل عملها، ومواطنون يخشون سيطرة القاعدة على مناطق في بلدهم، ولا سيما أن جزءا كبيرا من عناصر القاعدة ليسوا سوريين بل متطوعين من دول أخرى. وقالت الصحيفة في ختام مقالها: في المقابل نجح مقاتلو القاعدة في الاستيلاء على معابر حدودية والسيطرة على أحياء متفرقة في عدد من المدن وعلى جزء من المناطق القروية في ظواهر المدن الكبرى، لكن ليس للقاعدة شريك بين أكثر السكان، وهكذا سيكون من الصعب جدا إنشاء دولة القاعدة. صحيفة معارف العبرية تناولت غباء الحكومة الإسرائيلية في المفاوضات مع الفلسطينيين، وفي مقال لها تحت عنوان ثرثرات سخيفة، قالت الصحيفة: ما يجري ويقال ويكتب في إسرائيل هذه الأيام عن المفاوضات مع الفلسطينيين لا يمكن للمرء إلا أن يفكر بأن السياسيين الأغبياء لهم جذور قوية ولا يسكتون، بل وبالعكس من ذلك ينفخون في أبواق السخافة. وأضافت الصحيفة: قبل أن تبدأ المفاوضات مع الفلسطينيين أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن رفضها لأي شروط مسبقة، ولكن كانت بضعة شروط والحكومة خضعت واختارت تحرير سجناء فلسطينيين بدلا من تجميد البناء في المستوطنات، وهذا خيار سيء وتافه. وتابعت الصحيفة: قبل كل عملية تحرير سجناء تعلن حكومة نتنياهو عن عطاءات بناء في مستوطنات، وهكذا تخلق على الفور معارضة دولية، فينسى العالم إطلاق سراح سجناء فلسطينيين ويركز على المستوطنات. وليس هذا فقط، فحكومة إسرائيل تعترف بأن القدس الشرقية تعود عمليا إلى السلطة الفلسطينية، وفي نفس الوقت تقسم بأنه في كل تسوية ستبقى القدس موحدة تحت السيادة الإسرائيلية. وقالت الصحيفة في ختام مقالها: ومن أجل تأكيد الغباء الإسرائيلي تقر اللجنة الوزارية مشروع قانون لضم غور الأردن، فالضم لن يتم، ولكنهم أعطوا للعالم الصورة السلبية لإسرائيل وأعطوا للفلسطينيين ذخيرة إعلامية أخرى. إسرائيل اليوم ترى أن الشهر الحالي هو شهر الضغوط على إسرائيل، وفي مقال لها تحت عنوان والآن إطار الاتفاق، قالت الصحيفة أن المطلعين على خفايا التفاوض السياسي عرفوا أن الاتصالات تتناول الآن صياغات وتدقيقات لغوية، ويتحدث الجميع عن اتفاق إطار، لكن المطلعين يحددون الأمر ويقولون أن الاشتغال بإطار للاتفاق أصح، لأن اتفاق الإطار هو وثيقة ذات مضمون موضوعي، أما إطار الاتفاق فكلمتان تتناولان الموضوع حقا. وتابعت الصحيفة: الاهتمام الرئيسي هو إنشاء مسار وقت يمكن الفلسطينيين من الموافقة على إطالة التفاوض سنة أخرى بعد انتهاء الجولة الحالية في أواخر أبريل نيسان هذا العام. وتفسير التفسير أن الأمريكيين سيعرضون في إطار الاتفاق أيضا مواقف الطرفين البعيد بعضها عن بعض، لكنهم سيمتنعون في أكثر الحالات عن ذكر ما الذي يرونه الحل الصحيح. وأضافت الصحيفة: جون كيري عاد إلى الشرق الأوسط وتبين له أن الفرق في مواقف الطرفين ما زال واسعا ولا توجد حركة، ولهذا كان الافتراض الذي ساد هو أنه إذا لم يوجد اختراق طريق حاسم لدى الجانبين فسيعود كيري إلى بلده مع آراء أكثر، لكن دون وثيقة مكتوبة لإطار الاتفاق. وقالت الصحيفة في ختام مقالها: كيري يعلم أن ما يؤخر إلى نهاية الفترة يكلف غاليا، فهو يفضل أن يحصل الآن على مهلة سنة، وأن يكون الثمن الإفراج عن سجناء أمنيين آخرين ووقف البناء في المستوطنات مدة إجراء المفاوضات أو موافقة صامتة لأمريكا على أن يتجه الفلسطينيون إلى الأمم المتحدة ليعترف بدولتهم دولة ذات سيادة. وعودة إلى صحيفة هآرتس العبرية التي تناولت الطريق الفضة
التي تتعامل بها إسرائيل مع الفلسطينيين. وفي مقال لها تحت عنوان هدر الدم الفلسطيني، قالت الصحيفة توجد سرية كثيرة حول التفاوض، ونسمع تفاؤل وزير الخارجية الأمريكي وتحليلات المراسلين السياسيين والكثير جدا من الصياغات العنجهية لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وشركائه. وتبعت الصحيفة يبدو أن القيادة الفلسطينية تشارك في التفاوض عوض الاعتراف الغربي بحقها في تمثيل شعبها، وهو الحق الذي تستهين إسرائيل به لأنها تستهين بحق الفلسطينيين في الوجود. وأضافت الصحيفة إسرائيل لها حاجة فقط إلى الأمن وحق في امتلاك جيش وعدم احترام القانون الدولي والاستمرار في الاستيطان، ويداهم جنود الجيش الإسرائيلي بيوت الفلسطينيين ومستوطنون بغيضون يحرقون مزارعهم. تقوم إسرائيل بما يحلو لها وكأن فضاء العالم لها وحدها. وقالت الصحيفة أن الآمال في الحل في الجولة الحالية من المفاوضات تفرض أن يخضع الفلسطينيون للإملاءات الأمريكية، وإلا اتهموا بإفشال المحادثات، وحينها سيتوجه الفلسطينيون إلى المؤسسات الدولية كي تغضب هي على إسرائيل. واختتمت الصحيفة مقالها بالقول إسرائيل تمحو الصوت الفلسطيني في كل يوم، وتأخذ من الفلسطينيين الأراضي والماء، ودمهم قد هدر. ننتقل إلى الصفحة الأخيرة لكن بعد هذا الفاصل. أولى أخبارنا نقرأها من صحيفة الخليج، وهذا الخبر بعنوان اكتشاف مقبرة فرعونية عمرها 3500 عام، حيث كشفت بعثة الآثار المصرية الأمريكية عن مقبرة الملك سوبك حتب الأول يعود تاريخها إلى أكثر من 3500 عام. ويرجح الأثريون أن يكون أول من تولى حكم مصر في بداية الأسرة الثالثة عشر، أي عصر الانتقال الثاني الفرعوني. وذكرت وزارة الآثار في بيان لها أن الكشف جاء عندما كانت تقوم البعثة بأعمال التنقيب الأولى في جنوب مدينة أبيدوس بمحافظة سوهاج في صعيد البلاد، حيث كانت الخيوط الأولى للكشف قد بدأت تتضح حينما تم العثور على تابوت ضخم من الكوارتزيت يزن 60 طنا، إلى أن تم العثور مؤخرا على كسرات للوحة منقوشة تحمل اسم الملك وتصوره جالسا على العرش، فضلا على العثور على كسرات لأوان تخص الملك. وقال علي الأصفر رئيس قطاع الآثار المصرية المقبرة المتكشفة مصممة على الشكل الهرمي، كما أنها تتشابه مع أحد الأهرامات المعروفة الذي يخص أمني كماو أحد ملوك مصر في بداية عصر الأسرة الثالثة عشر، والموجود بمنطقة دهشور الأثرية، لافتا إلى أن المقبرة مشيدة من الداخل من كتل حجرية ضخمة مستخرجة من محاجر طرة، بينما غرفة الدفن مبنية من حجر الكوارتزيت الأحمر الذي تم نقله من الجبل الأحمر بالقرب من القاهرة إلى أبيدوس. ننتقل إلى صحيفة البيان ونقرأ منها هذا الخبر بعنوان قدماء الرومان أكلوا الزراف، حيث اكتشف علماء آثار أن الرومان القدماء أكلوا فيما مضى أطعمة غريبة بالنسبة إلى محيطهم بما فيها الزرافات. وذكر موقع لايف ساينس أن علماء عثروا في موقع حفر في يومبي القديمة على بقايا زرافة وقنفذ بحر فيما كان بالسابق مطعما. وقال الباحث ستيفن أليس من جامعة سينسيناتي يعتقد أن هذه عظمة الزرافة الوحيدة التي تم العثور عليها في موقع أثري في إيطاليا الرومانية. وأوضح أليس أن وصول جزء من هذا الحيوان المذبوح إلى بقايا طعام مطبخ فيما يبدو أنه مطعم عادي في بومباي لا يشير إلى تجارة الحيوانات البرية الغريبة مع مناطق بعيدة فحسب، بل أيضا إلى مدى الثراء وتنوع الغذاء الذي كان يتناوله الرومان من غير النخبة. وأجرى الفريق عمليات بحث في 20 موقعا عثروا فيه على بقايا طعام ومخلفات بشرية، وأشاروا إلى أنهم وجدوا آثارا لبهارات تم إحضارها من أندونيسيا.
ننتقل إلى خبر آخر ولكن من صحيفة المستقبل بعنوان تقنية جديدة لمعرفة رغبات الزبائن ورصد تحركاتهم. فقد تبدو فكرة عمل نظام على رصد الزبائن ورغباتهم كمقطع من فيلم للخيال العلمي، ولكنها حقيقة مستقبلية تثير اهتمام القطاع الإلكتروني بأكمله. ويطلق الباحثون على هذه التقنية اسم بلوتوث منخفض الطاقة، وهو نوع من نظام تحديد المواقع GPS يرصد تحركات الزبائن داخل المحلات عبر الهواتف الذكية بدون توقف، وبإمكانها تحديد مواقع الزبون والمحلات التي يزورها بدقة. وتوقع بريان ويليامزون مدير شركة فورسكوير أن يتم العمل بهذا النظام المستقبلي على تحديد مكان الزبون عن طريق الكوكيز، الذي يهدف إلى تحديد موقع الزبون عن طريق التواصل مع زبائن آخرين في نفس المحل. وهناك شركات تعمل بأنظمة متشابهة لهذا النظام، فعملاق الهواتف الذكية أبل قام منذ سنتين تقريبا بتزويد جميع هواتفه الذكية الآيفون وأجهزة الكمبيوتر اللوحية آيباد بنظام يقوم برصد تحركات الزبائن في محلات أبل. كذلك الهواتف الذكية المجهزة بنظام أندرويد تضم مثل هذا النظام. وصلنا مشاهدينا إلى ختام جولة الصحافة لهذا اليوم، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.